إذن كما كتشاهدوا متابعين الكرام على المباشر عملية الهدم متواصلة بمدينة تمسنا بقوار براديس من الإسطابلات اللي كيتم الهدم ديالهم من طرف السلطات المحلية. كما كتشاهدوا متابعين الكرام على المباشر يعني الإسطابلات اللي يعني سبعة ديال الإسطابلات، سبعة ديال المجازات الكبار يعني اللي غادي يتم الهدم ديالهم من طرف السلطات المحلية. كما كتشاهدوا متابعين الأوفياء على المباشر من مدينة تمسنا يعني عملية الهدم متواصلة بمجموعة من الإسطابلات يعني مجموعة من المجازات اللي كيتم الهدم ديالهم بمدينة تمسنا بالبراديس. كما كتلاحظوا على المباشر الكل متجند لهذه العملية الهدم يعني كما كتشاهدوا رجال القوة المساعدة والدرك الملكي وكذلك اعوان السلطة سيد رئيس الدائرة مدينة تمسنا سيد الباشا وكذلك قياد مدينة تمسنا قائد الملحقة الإدارية الأولى والملحقة الإدارية الثانية كذلك. وكما كتشاهدوا على المباشر متابعين الكرام رجال الوقاية المدنية الكل كاين في هذه العملية عملية الهدم. كما كتشاهدوا صاحب الإسطابل صاحب المحل يعني كيخرجوا حوايجهم
كذلك كما كتشاهدوا المباشر سيارة فاخرة في هذا المكان. كما كتشاهدوا على المباشر المتابعين الاوفياء يعني انزال امني من رجال قوة المساعدة وكذلك اعوان السلطة والدرك الملكي. الله أكبر. خليكم معنا مشاهدين الكرام على المباشر، يعني مجموعة من الجرافات اللي يعني كتواجد في عين المكان يعني باش كيهدموا هاد الاسطبلات، هاد يعني هاد الديبوات هادو متابعين الكرام اللي كيتهدموا. هانتوما كتشاهدوا على المباشر كما كتشاهدوا متابعينا الكرام على المباشر عملية الهدم. المباشر متابعينا الكرام الاستلقائي اللي كيشرف على عملية الهدم.
كما كتشاهدوا على المباشر المتابعين الكرام، هادو مجموعه من الاسطابلات، يعني مجموعه من الديبوهات اللي كيتم الهدم ديالهم يعني مدينه تمسنا كما كتلاحظوا على المباشر متابعين الاوفياء. فالكل متجند لهذه العمليه الهدم، يعني كما كتشاهدوا اعوان السلطه وكذلك القوات المساعده، السيد القائد، السيد الباشا، القوات المساعده كذلك، الدرك الملكي، يعني الكل يتجند لهذه عمليه الهدم كما كتشاهدوا على المباشر المتابعين الكرام. يعني كاين مجموعه من الاسطابلات اللي كاينين في هذه المنطقه. فكما كتلاحظوا السيد القائد للملحقه الاداريه الثانيه سي وليد اللي كيشرف على عمليه الهدم. يعني كيعطي التعليمات للشيوخ ديال او اعوان السلطه. السيد القائد يعني شاب تبارك الله اللي كيتفهم، يعني كيتفاهم مع المواطنين. الله اكبر. كما كتشاهدوا يعني اعوان السلطه كذلك اللي كيساهموا في هاد عمليه الهدم.
Thank you.